هاي، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم رضوى، فيديو بلوجر. النهارده عايزه اتكلم على فرش ريل تكنيك. تمام، لسه شارياها ولسه ما جربتهاش، فقلت اجربها قدامكم. انا جايباها بصراحه علشان فرشه الفاونديشن. تمام، علشان دايما الفاونديشن اللي بيبقى فيه تغطيه عاليه بيبقى صعب قوي ان هو يتوزع، بحس دايما بصعوبه لما اوزع حاجه تقيله. تمام، وخصوصا جبته عشان اماندا دوت تقيل قوي قوي في التوزيع، فبحس بصعوبه قوي انا بوزع الفاونديشن. فقلت اجيب الفرش ديت اشوف كده لو فعلا هتوزع لي الفاونديشن حلو ولا لا. فعايزه اجرب الموضوع ده قدامكم ونشوفه مع بعض. تمام، بس انا اول حاجه هحط كريم مرطب. مبسوطة جدا عشان الشمس طلعت والجو بقى حلو، وانا بكره الشتاء بكرهه. كده واستعنا على الشقة بالله. دلوقتي هفتح ال الوانها تحفة 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 تحفة. دي طبعا لازم تتبل بمية، ما ينفعش نحطها كده. تمام، عايزة اشيلها. هي دي فرشة الفاونديشن. مش عارفة ايه ده. المهم هجرب معاكم كده. لا، يا حلو قوي، توزع بطريقة حلوة قوي. حلوة قوي قوي بجد، عجبتني مع اني قلت ان شكلها مش بتاعت فاونديشن خالص يعني. لا حلوة قوي ما شاء الله. لا جميلة 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 جميلة، عجبتني وطرية قوي على الوش. والفاونديشن بتاع اماندا حلو جدا جدا، عجبني جدا. الفاونديشن ده اسمه بورن تو لاست، التغطية بتاعته حلوة قوي. وكنت دايما بحس كان عندي فرشة جيسب. تمام، ما كنتش بعرف اوزع بيها قوي الفاونديشن علشان هو كان تقيل شوية، فانا حاسة وكمان ملمسها حلو قوي على البشرة عكس التانية، عكس فرشة جيسب. عجبني جدا جدا الفرشة، عجباني جدا وملمسها حلو جدا ومسكتها كمان حلوة جدا، عجباني قوي. انا كنت شاكة ان هي تبقى حلوة قوي كده. انا ديت شاريها
650 الست كلها على بعضها. شايفين التغطية كمان بتاعة الفاونديشن حلوة جدا 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 جدا. تمام، عايز اعمل عايزة اجرب الفرشة بتاعتها كده كفرشة دمج للاي شادو، بس عايزة احط الاول حاجة دوت تحت على عيني كده. اوكي، طيب هنا انا عيني حساسة جدا، يعني مش اي فرشة اي فرشة بتوجع العينية، بس دي حاساها يعني مش حاسة كأني حاطة حاجة على عيني، مش كأني حاطة فرشة خالص. والله بجد اي فرشة بتعمل بتوجع العينية اوي، انا زي ما قلت لكم عينيا حساسة اوي، بس كأني مش حاطة اي حاجة، كأني بطبطب بايدي عادي. بس الناحية التانية الكاميرا قطعت. استخدمت اللون الاحمر ديت من تكنيك، الباليت ديت من تكنيك كانت ب150. تمام، احط الاحمر. حاساها شوية كبيرة على عيني يعني، بس يعني عادي، بس يعني زي ما قلت كأني مش حاطه فرشة خالص على عيني. نحط الناحية التانية، هطلع لفوق. واجيب بعدين هجيب اللون ده واحطه. بعد كده هجيب فرشة من جيسر، دي 227. تمام، وهدمج الاتنين مع بعض كده في حتة، انا عندي شويه عيني داخل جوه، في الحته ما بين اللي طالعه بره والحته اللي جوه صعبه قوي ان هما ادمجهم مع بعض، فالفرشه دي احسن فرشه بصراحه، يعني اقدر ادمج الاتنين مع بعض. وعلى فكرة الفرشة دي حلوة قوي برضه بتاعة جيسي، دي حلوة جدا. تمام، الحتة اللي تحت بقى هنجيب بقى فرشة تانية، وهناخد نفس اللون اللي حطيناه فوق خالص نحطه تحت هنا كده. خلينا احسن في الفرشة اللي عاملة زي القلم دي علشان اعرف اوصلهم ببعض كده. بعدين هنرجع تاني للفرشة دي واحاول ايه ادمج ده كده كويس علشان ايه يدي اللون احسن، واطلع بيه لورا.
سحرية ناحية تانية. بطلعها بشدها لورا شوية عشان تدي سحبة للعين. ارجع تاني لفرشة 220 دي واحدة تانية برضه نفس الحكاية دي. على فكرة فرش جيسب للعينين حلوة جدا. دلوقتي هجيب اي لاينر اماندا احط اي لاينر ونفس الحكاية الناحية التانية وهرجع لكم تاني. بس انا كده حطيت الماسكارا وحطيت الايلاينر، دلوقتي ايه بقى احط الباودر على باقي وشي. يا سلام يا سلام. ناعمة جدا 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 جدا. بصوا هعمل ايه بقى، هاخد نفس الدرجة دي هحطها بلاشر. تمام. بعد كده هجيب ايه، ماسكارة الحواجب من اماندا برضو حلوة جدا كده هحطها. وانا عندي من ورا هنا الشعر خفيف قوي فهظبطه برضو. عندي اللي في الاخر دي خفيفة قوي فهظبطها برضو بقلم اماندا. تمام هظبطه كده حلو قوي برضو قلم اماندا. اماندا حاجاتها ممتازة. هنا شوية كده بعد كده برضو هختار قلم اماندا ده بني فيه لمعة كده. بس هو كده اكون خلصت الفيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.